مرحبا بكم بالمناظرة اليومية. سرقوا منا الانتخابات، هكذا ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على تقارير أشارت إلى أن لجنة الانتخابات لم تفحص بشكل جدي تجاوزات في 82 صندوقا انتخابيا تم الإبلاغ عنها، واكتفت بفحص صندوقين فقط. بحسب نتنياهو، القائمة الإسلامية والتجمع الوطني، وهي إحدى القائمتين العربيتين اللتين تنافسنا في الانتخابات، لم تكن لتجتاز نسبة الحسم لولا هذه التجاوزات، ولكان الطريق مفتوحا أمام معسكر اليمين ليحصل على الأغلبية المطلقة، الأمر الذي كان سيمنع إعادة الانتخابات. هل تصريحات نتنياهو تستند إلى وقائع أم هي جزء من مسلسل التحريض على العرب؟ أم هي محاولة مشروعة لحشد جمهور اليمين لكي يخرج وبقوة إلى الصناديق ليمنع إمكانية أن يحسم الناخب العربي هذه الانتخابات لصالح معسكر الوسط واليسار؟ نبدأ النقاش. والآن أرحب بالإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ خميس أبو العافية. مرحبا بك أستاذ خميس، ومرحبا بك المحلل والناشط السياسي الأستاذ جولان برهوم. أستاذ جولان، يعني ترى العرب يتدفقون الآن، سرقوا الانتخابات، هل يعني هذا تحريض ضد العرب واليسار أم بالفعل يعني محاولة لحشد جمهور نتنياهو؟ أكيد لا، نحن في معركة انتخابية مكثفة، وفي طبيعة الحال بنيامين نتنياهو مثل كل واحد يريد أن يغير في اللحظة الأخيرة نتائج الانتخابات، أمر طبيعي، يريد أن يفوز في هذه المعركة. حتى لا يوجد حتى عن طريق التحريض التحريض لا 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 لا، أنا لا أتهرب من أي سؤال من الأسئلة، هذا غير التحريض، هذا فقط مقولة ضد أعداء الكنيسة، كما أنا قلت في مقابلة سابقة هنا، نحن نفرق بين أعداء الكنيسة الذين هم يحرضون ضد قيام دولة إسرائيل، وبين الجمهور العربي الكريم الذي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي. عندما هناك الفرق الواضح القاطع بين هذه العنصرين، القيادة العربية يحذر من الناخب العربي، أين غير الناخب العربي؟ هذه هي المشكلة، هذا في اعتقادي أصل المشكلة. إذن من يتدفق؟ هو التأسف أولا، هو التأسف على ذلك. طيب من سرق الانتخابات؟ هو تأسف على التدفق، من سرق الانتخابات؟ كانت محاولات من عناصر خارجية لا تريد سياسة بنيامين نتنياهو، هو كان ضد في الانتخابات السابقة ضد التدخل غير ضد العرب. إذا تسأليني ممكن من ناحية البلاغة، من ناحية التعبير كانت غلطة عندما هو عمم وقال العرب. طيب أنا إذا مسموح لي أكون مستشار، غير العرب بل القيادة العربية. القيادة العربية بجملة واحدة هي مدمرة في اعتقادي للوسط العربي. القيادة العربية طيبي مستشار ياسر عرفات مرجان الحبر غير عرب إسرائيل. طيب ربما هذه الأغلاط كما وصفتها أستاذ جولان تدل ربما سيد خميس يعني على مأزق معين، يعني هل نتنياهو برأيك في مأزق يعني ويعيد تجربة 2015؟ فيعني عبارة العرب يتدفقون في نهاية المطاف أخرجت جمهور اليمين إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما حسم في نهاية المطاف يعني الانتخابات. شتان ما بين تجيش أنصار الليكود ودفعهم إلى الهرولة نحو صناديق الاقتراع، وما بين كل التصريحات الأخيرة الخطيرة التي صدرت بشكل أو بآخر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي تحمل تحريضا دمويا تجاه العرب. أولا في الانتخابات الماضية قبل 4 أعوام عندما قال لليمين مناشدا إياهم اصحوا استيقظوا، فإن العرب يهرولون نحو أو يتدفقون نحو صناديق الاقتراع، وكأن الحديث يدور هنا عن العرب أعداء الدولة الذين قدموا من الخارج. ونسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الحديث يدور عن مواطنين في دولة إسرائيل لهم الحقوق ولهم الواجبات. نقطة أولى،
بعدها يعني أوعز إلى أحد وزرائه المستقلين أيوب قرة الذي قام بدوره باستجماع بعض ثلة من يقال بأنه من العرب وقدم لهم مسرحية الاعتذار وهلم جراء. ظن البعض خطأ بأن بنيامين نتنياهو فعلا يعني يعتذر بصدق. رأينا فيما بعد بأن عندما يعني كتب تدوينة في صفحة الفيسبوك فيما يتعلق بقانون دولي قانون القومية بأن دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي، نحن لا ننكر بأن هي ملجأ ودولة للشعب اليهودي، ولكن هناك مواطنين عرب، وقبل أسبوع الذين يحبون بنيامين نتنياهو، وهناك عرب الذين يريدون إبادة دولة إسرائيل ويقولون من سنة 1948 الموت لإسرائيل. لكن غير من يحرض من يعتمد خطاب التحريض في الآونة الأخيرة هو معسكر اليمين المتشدد المتطرف برئاسة وبقيادة المحرض الرئيس الأول، هو الذي يحرض ضد نحن مواطنين. أنا ما قلت ذلك. مواطنين إسرائيليين من يقوم بتسمية القيادة المشتركة لليهود والعرب، ومن يقوم دوما بشكل نمطي بتعكير أصوات صفو الجو في هذه البلاد الغاليتون الغالية على الجميع عرب ويهود، هو بنيامين نتنياهو باعتماده سياسة فرع الاقتصاد لمآرب السياسية. أنا أقول لك من وجهة نظري هو أسوأ رئيس وزراء عرفته إسرائيل منذ إنشائها. طيب لحظة أستاذ غلان، أستاذ خميس يعني أعتقد ضد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل منتخب. أستاذ خميس ليس فقط إعلامي ومحلل سياسي وإنما مواطن عربي. لحظة هو أيضا مواطن عربي، وهذا المواطن العربي يجلس هنا أمامك ويقول لك هذا هو ما يشعر به من رئيس الوزراء الإسرائيلي. يشعر هنالك تحريض ضد العرب، ضده كمواطن عربي. هذا هو غير شعوره، غير صحيح. هو يشعر كما هو يشعر. أنا أقول لك هناك مشكلة عندما بعض من أعضاء الكنيسة يتصرفون كأنهم طابور خامس، عندما هناك مندوب برلماني منتخب الذي يتمطى من جميع الحقوق، وفي نفس الوقت هو يفخر ويجمد الذين قتلوا يهود فقط لأنهم. لكن نتنياهو لم يقل أعضاء الكنيسة يريدون تدميرنا، قال العرب يريدون. هناك عرب، أستاذ خميس عربي وأنا عربية. أستاذ غلام، نعم هذه غلطة، غلطة أخرى. لا توجد أي مشكلة. هو بغاء ما الشخص تعرف جميع الموقف الرافد للعنف. هو ما الشخص أنت تعرف الموقف الرافد للعنف. أعمال العرب أنت تعرف الموقف أنت تعرف الموقف الرافد للعنف وللقتل، ولكن عليك أن لا تنسى محكمة العدل العليا أقرت بأحقية هذه القائمة المشتركة التي تضم أعضاء كنيسة من شتى أطياف السياسة الإسرائيلية. وهذا تحدي القضاء لدولة إسرائيل. ذكر محكمة العدل العليا أستاذ خميس حين يشكك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمؤسسات الدولة، فلجنة الانتخابات يعني ليست مؤسسة حزبية أو سياسية، هي لجنة فيها كل الأحزاب تمثل كل الأحزاب والمجتمع يعني وكافة المواطنين، فمن أجل الفوز بالانتخابات نتنياهو يضرب شرعية هذه المؤسسات. أستاذ غلام، نحن نحترم مؤسسات الدولة، نحن نحترم جميع مؤسسات الدولة. أنا مؤمن بفصل السلطات كما تعرفين، لكن في نقطة معينة أنا حاسس أن هذه الأمور تمددت، صارت بزيادة ولا تعكس إرادة شعب إسرائيل عندما المحكمة تتدخل بشؤون البرلمان الإسرائيلي. البرلمان الإسرائيلي من حقه أن يشرع قوانين معينة بالنسبة إلى الديولوجية التي هو انتخب على هذا الأساس. هناك ديولوجية معينة وزير القضاء أمير أحنا الذي يعتبر بوق
بوقا لبنيامين نتنياهو وزوجته سارة، قال بأنه ليس ضروريا احترام قرارات المحكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا هي صرح يجب أن يفتخر به المرء. بنيامين نتنياهو يحاول الانتقاص ويحاول إلغاء شرعية هذه المحكمة بأعين الجمهور الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو يعتمد خطابا سياسيا خطيرا جعل جزءا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي يكره. أريد أن أسألك أستاذ خميس، يعني لماذا إذا يعني لماذا هذه المعارضة الأوتوماتيكية لكل ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين يعني نتنياهو؟ كان تحقيق أشار إلى تجاوزات بالفعل 82 صندوق وتم فحص صندوقين فقط، لماذا لا نتفهم رئيس الوزراء؟ أول أنا أعتقد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربما يعد العدة لتبرير رفضه لنتائج الانتخابات، يعد الأرضية لخسرانه في المعركة الانتخابية، ومن زاعما وكأن هنالك تم سرق أو استراق نتائج الانتخابات، مشيرا إلى وجود تجاوزات في 82 صندوقا في الانتخابات الماضية. اللجنة المركزية التي يرأسها القاضي محكمة العدل العليا الدكتور حنان ميلتر هو يعتبر من أنزه الشخصيات التي أنا أعرفها. لذلك يعني أقوال بنيامين نتنياهو وكأن لجنة الانتخابات المركزية لم تحقق في الموضوع، أنا أعتقد بأن هذه فيها محاولة. طب هذه ليست تجاوزات للخطوط الحمراء أستاذ جولان؟ يعني ألم يتجاوز نتنياهو كل الخطوط الحمراء بنيامين نتنياهو يتحدث على الظاهرة معينة. وأعتقد أن بنيامين نتنياهو فعلا كحد من أصل جابوتينسكي يعني الذي مؤمن بالدولة الديمقراطية والدولة مؤسسات، لكن عندما نحن نرى وهذا هو المقياس هذا هو المعيار أنه التدخل أصبح مؤسسات الدولة جميع مؤسسات الدولة الشرطة الإسرائيلية المحكمة بالإضافة، لكن لا هو يحترم المؤسسات الدولية أستاذ غولان في الظروف على الأقل أعطيني حق في الظروف طبعاً في ظروف معينة هو يحترم المؤسسات من يهاجم النيابة على الأقل أعطيني حق الرد لو سمحت والله أعطيك هذا نقاش لكن يريد أن يظهر بنيامين نتنياهو يريد أن يظهر بمظهر الضحية ضحية أمام المجتمع الإسرائيلي لذلك هو يتهم الجميع هذا الأمور صار تدخل بزيادة حان الوقت أن نرجع إلى فصل السلطات أنا أذكر وأقول لك أختي الكريمة أولا القاضي هو غير منتخب المندوب البرلماني لكن نرجع إلى موضوعنا من هاجم العرب يا أستاذ جولان تفضلي من؟ قل لي من؟ بنيامين نتنياهو وأبواق اليمين المتشددة الذين حولوا العرب في إسرائيل من واقفين لهم حقوق وواجبات إلى طابور خامس وهنا يحللوا سفك دمائهم. أقول لك فيما يتعلق بأعضاء الكنيسة أنت تعرفين أستاذة بأن كل عضو كنيسة عليها أن يؤدي اليمين الدستورية لدى تقلده المنصب. أعضاء الكنيسة العرب أعطوا اليمين الدستورية وأعطوا قسم الولاء لدولة إسرائيل ولقوانين دولة إسرائيل، ولكن ليس لسياسة بنيامين نتنياهو التي أصبحت سياسة مهووسة خطيرة. كل ما يهمه هو يعني استفزاز الطرف الفلسطيني استفزاز العرب وهلم جرى الطرف الفلسطيني طبعا استفزاز الطرف الفلسطيني هو عدو. طيب أنا موافق بنيامين نتنياهو صح هو جمد الملف الفلسطيني الكذبي أنا موافق بنيامين نتنياهو يقوي دولة إسرائيل بالسيطرة على عاصمة إسرائيل مدينة أورشليم بالسيطرة على غور الأردن بالسيطرة على الضفة الغربية على يهودا وسامرة أنا موافق بكلامك يعني بعد عهد من الزمن ستتحول الأغلبية هنا في الدولة أن بنيامين نتنياهو وأمر مفيد للأمن واستقرار الإسرائيلي. طبعا بنيامين نتنياهو موافق مع الأخ أكمل كلام الأخ بنيامين نتنياهو يريد أن يجمد الملف الفلسطيني ويكبر الخطر الإيراني الذي هو خطر لجميع الشعوب فيما ذلك الشعوب العربية وهذا هو عبر دم غبر الأردن هو يريد أن يجمد الملف الفلسطيني
غور الأردن هذه المناطق من فضلك بدون مقاطعة. هو يريد أن يرد مهاويس اليمين المتطرف في المعسكر اليمين صحيح. لذلك يلجأ على فكرة لا سمعت العهد الأردني ماذا قال في حال قام بنيامين نتنياهو ببسط السيطرة الإسرائيلية في غور الأردن فالاتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل لاغية تماما. فقط لمعلومات فقط لمعلوماتك معظم الجمهور الإسرائيلي دقيقة لو سمحتي معظم الجمهور الإسرائيلي حزب كحول لبان أزرق أبيض رابين في عهد أوسلو كل واحد من تلك الشخصيات من هذه الشخصيات قال يقول فسيقول أن غور الأردن جزء من أرض إسرائيل. السفير الأمريكي سامت مارتن إنجيل قال أن ضم أراضي غور الأردن لم يكن أمر مطروح. من قال أن السفير الأمريكي مارتن إنزك. طيب في بعض من النقاط هناك خلافات بين الإدارة الأمريكية. ولو هذه الإدارة. ولو هذه الإدارة الآن. بنيامين نتنياهو مطلق هذا التصريح ليست يعني الأسباب الخفية يا أستاذ غولان هذا يحتاج إذا مسموح لي إذا يسمح لي هذا يحتاج إلى الوقت صح هذه الظاهرة ونكتر عوامل من فضلك دبلوماسية لكن في نهاية المطاف التيار هو واضح إنهاء الانسحابات الخطيرة لدولة إسرائيل والتعميق التعزيز والوجود الإسرائيلي الأمني المدني بالإضافة في مناطق أرضنا يهودا وسامرة الانتخابات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي وأنا أتحدث من الأصوات الإسرائيلية يعني لا أتحدث كعربية ولا أتحدث كشخص عربي أتحدث الآن كشخص إسرائيلي ونرى الإعلام إذا يعني هذا المجتمع الإسرائيلي يعني يقول لك أن نتنياهو يعني قسمه وجزأه وكبر الخلافات والاختلافات سمعت اليوم ماذا يقال العملة لديها جهتين هذا صوت المواطن اليهودي الإسرائيلي أنا موافق العملة لديها جهتين أنا غير موافق مع بنيامين نتنياهو مع هذا التشخيص العرب غير العرب لكن جزء من العرب من فضلك على الأقل أعطيني ثانية طيب لكن هناك طرف ثاني العملة كما قلت لديها جهتين لماذا أين هو التحريض بالنسبة إلى بنيامين بالنسبة عندما اتهم بنيامين نتنياهو بالطاقة الربيع لحد اليوم يتهمون بنيامين نتنياهو الذي هو شخصيا احترم رابين كثيرا لكن لحد اليوم هناك اتهامات هناك مزاعم كذبية أن بنيامين نتنياهو هو المسؤول الرئيسي على قتل إسحاق رابين بطل السلام وبطل الحرب كيف يعقل صح هناك تحريض في دولة إسرائيل في المجتمع الإسرائيلي في المجتمع اليهودي داخل اليهود مضموني السلام الذي أفرهه بنيامين نتنياهو بسياسته من مضمونه بنيامين نتنياهو هو السبب التصريحات الخطيرة في إطار الانتخابات سمعنا عن مكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة إبرام اتفاقية أو معاهدة الدفاع المشترك اسمعي إلى أقوال جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية والعسكر في إسرائيل يقولون بأن هذا لا يصب في مصلحة إسرائيل لأنه هذا لا يعني بأن وهناك وهذه الجهات أيضا قالت بأن يقولون بالعكس ده. هناك تنمو يعني هل ستحارب إسرائيل يا أستاذ بولان المؤسسات هل ستحارب إسرائيل إلى جنب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الطالبان في أفغانستان هذه الاتفاقية تقول بما تقوله لذلك الجميع جميع الأجهزة المخابرات الإسرائيلية وأنا استمعت إلى الكثيرين منهم يقولون لا إذا يعني وهذه الجهازات أيضا التي قالت يا أستاذ غلان أن الكشف الأخير الذي تم طرحه نتنياهو الكشف الأخير الذي كشفه يعني حول إيران هذه الجهات الأمنية الإسرائيلية تقول بأنها يعني لم تكن أصلا يعني تعلم ولم تنصح بهذه الخطوة. لدينا لا تخاف
أعدك. في النطاقين التكتيكي والاستراتيجي هذه الثرثرة زائدة من قبل بنيامين نتنياهو لا تخدم مصالح إسرائيل. ما ودنا نقوله، بنيامين نتنياهو يحاول أن يلعب دور البطل التراجيدي الذي عرفناه في رواية أندري تشايكوفسكي، ولكن هو لا يستطيع أن يرتقي لهذا المستوى. هو جزء، قد يكون جزء من البطل، لأنه هو يستغل معاناة الأخير معاناة الأخرين من أجل مصلحته الشخصية والسياسية. حاولت أن أقول على كل جنرال في الطرف واحد هناك جنرال في الطرف ثاني، وهناك جنرالات بالإضافة لحزب الليكود. لكن نرجع إلى السؤال وطرح السؤال. بنيامين نتنياهو لا يتجاهل، هو يستمع إلى بعض من الجنرالات، هو يفهم، هو يحضر جميع المعلومات، لكن في نهاية المطاف هناك فقط شخصية واحدة على الأقل. أعطيني دقيقة أن يتخذ القرار المهم. عارفة تاريخيا عسكريا نظرة للوراء، 1900 في سنة 1981 كانوا ضباط كبار الذين قالوا لمناحم بيغن رئيس حكومة إسرائيل، هو من حبايبنا، طيب قالوا له لا تقصف المواقع في العراق تلك الأيام، وهو فعل بالعكس وأنقذ دولة إسرائيل. أنا أحترم جميع لا تقارن بنيامين نتنياهو في بعض النقاط. أقارن بنيامين بيغن، كان يمينيا ولكن كان إنسانا نزيها وأصبح لي أنا أسألك. يعني سألت أستاذ جولان بروم عن الخطوط الحمراء التي تجاوزها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أريد أن أسألك ألم يتجاوز معارضو أيضا هذه الخطوط الحمراء؟ يعني فهم يصفونه الآن بالمعتوه وغير المتزن وغير الصالح، ألا يؤثر هذا برأيك على صورة رئيس الوزراء الذي يمثل الآن وربما سيستمر في تمثيل إسرائيل في العالم؟ أولا أنا لا أبرر أي تصرف أو أي تفوه عنيف تجاه أي إنسان كان. أنا لا، يعني طبيعتي لا أرفض الكلام العنيف وأرفض العنف، ولكن يقالوا هناك قاعدة تقول بأن لكل فعل ردة فعل. عندما بنيامين نتنياهو يحذر الشعب الإسرائيلي من احتمال قيام بني غانتس بالائتلاف مع أيمن عودة أحمق بيروكان مع أعداء إسرائيل، رئيس حكومة إسرائيل أهبل هكذا سماه، لا قال بأنه مخبول، قال بأنه مخبول، لكن سماه سايكوبات مخبول. ما أود أن أقول بأن قد يقول البعض بأن بنيامين نتنياهو طرق الباب ثم استمع إلى جواب قد لا يروق له. نحن يعني حذر الرئيس الإسرائيلي روبي ريفلين، ونعتقده بأنه شخصية عقلانية جدا، قال بأنه يخشى ما يخشاه بأن تنزلق الانتخابات ولا يحب في إسرائيل إلى أدنى المستويات قد تؤدي إلى العنف وإراقة الدماء، وهذا ما نخشاه نحن. نرفض ذلك، ولكن من بدأ في الموضوع هي الأبواق اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو. رأينا خطاباته التحريضية حتى يوم أمس حاول أن يعني يطلق تصريحات من شأنها أن يعني يلطف ما نسب إليه عندما قال بأنه لا يستبعد إمكانية تعيين عرب كوزراء في حكومته. أنا أقول له بذلك هنالك شعر أتمنى، ولكن ما ودنا نقوله ليس هذا المرتأى، إنما المرتأى هو تغيير سياسة حكومة إسرائيل تجاه العرب وتجاه كمان القضية الفلسطينية. هنالك شعر يقول القضية الفلسطينية لماذا تربط الملف الفلسطيني ومن الناس أستاذة، هنالك شاعر يقول ربما لا هو الصراع القائم الان مع اسرائيل لا يمكنك تجاهله ولا يهم. هنالك شاعر يقول ومن الناس من يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويرغ منك كما يرغ الثعلب. هذه مقولة تنطبق مليا على بنيامين نتنياهو. أستاذ جولان، أريد أن أسألك وأن أوجه لك يعني فقط ملاحظة. لا يمكن فصل القضية الفلسطينية رغم الآراء، يعني لأن هي الآن الأزمة، هذه الآن الأزمة والصراع القائم، وهي المشكلة الكبرى داخل إسرائيل.
المشكلة الكبرى هناك تحديات. كيف تتجاهلها؟ هناك أنا لا أتجاهل. حتى لو أنت لا, لا تحب الفلسطينيين أو تحب لا 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 هذا لا لا هذا غير مهم. لا 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 أنت قلت لا أنت قلت أنت لا تحب نعم الفلسطينيين. لا حتى لو أنا أحترم العرب الذين ساكنين في يهودا وسامرة. عندي مشكلة مع عصابة حمساوية مثل عصابة حماس وعصابة كذبية فتحوية. لكن لا نتحدث عن عصابات. هو قال الفلسطينيين أريد أن أسأل. أنا أقول عصابات رجال الفتح يقولون عصابات حماس ورجال حماس يقولون رسميا على فتح هم الذين الوصف تجاههم كعصابة غير غلام مرهوم غير أنا شخصتهم أصلا. لحظة لحظة أريد أن أسألك يعني برأيك أن لا يتفق السياسيون في إسرائيل من الوسط ومن اليسار أن نتنياهو قد يكون موهوب بالفعل وقدير لكنه لا يتمتع بالاستقامة أي أنه يزيف الحقائق باستمرار. لماذا تقولين يزيف؟ أنا لا أقول أنا أعرض لك وجهة نظر يا أستاذ غلام. أنا لا أقول شيء وأنت تعلم ذلك. تفضل. لا أنا فقط أقول بنيامين نتنياهو يريد أن يفوز في هذه الانتخابات. وأنا أتمنى طيب بأن لا يفوز. وأنا أقبل ذلك نعم وأنا أحترم طيب ذلك. أنا فقط أقول سأسمح لكم أن تسمعوا بالنقاش. أنا مضطر أن أشكركم المحلل والناشط السياسي غلام برهوم. أعتذرت عن الأغلاق. شكرا جزيلا لك. الإعلامي والمحلل السياسي رسالة خميس الرعاق الجزيل. أشكر لك أعزائي المشاهدين بعد نصل لختام المناظرة اليومية. إلى اللقاء.